من ازداد إيمانا جاءت مقاييسه مطابقة لمقاييس القرآن الكريم. الحقيقة التوحيد كفكرة سهل، أما أن تعيش التوحيد فهذا شيء يحتاج إلى جهد كبير. مثلا حينما تقرأ قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، لو أنك ممن يطيع الله مثلا ولكنك فقير، رأيت صديقا لك في أعلى درجات الغنى، بيته فخم جدا، مساحات واسعة، عنده مركبتان أو ثلاث، دخله فلكي، طعام، شراب، ثياب، إذا تصورت أنه هو الفائز وأنت مطيع لله وهو لا يطيع الله فإنك لا تعيش هذه الآية. قد تتحدث عن معناها، قد تدرك معناها، أما أن تعيشها فلا. فرق كبير بين أن تفهم معنى الآية وبين أن تعيشها. مرة ثانية، أنت مطيع لله والله عز وجل يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. البطولة ليست أن تفهم معنى الآية، البطولة هي أن تعيشها. المعنى واضح، سهل جدا، سهل الإلقاء، سهل الفهم، لكن حينما ترى أن هذا الصديق الفاسق الفاجر الذي يملك هذه البيوت وتلك المركبات وهذه المكانة وهذا الدخل الفلكي، أن تراه هو الفائز ولست أنت، أنت لا تعيش هذه الآية. فالبطولة لا أن تفهم معنى الآية بل أن تعيشها. أعلى درجات الفهم لكتاب الله أن تعيش الآيات. لذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا ترى أنت في حياتك اليومية، في علاقاتك ببني البشر، هل ترى أن تزحزح عن النار وأن يتاح لك دخول الجنة هذا هو الفوز العظيم؟ هذا هو الفوز. فكلما ازداد إيمانك تأتي مقاييسك مطابقة لمقاييس القرآن الكريم. فإذا ضعف الإيمان تستخدم مقاييس أرضية. والآن الناس يعظمون الأغنياء الأقوياء، ومن له وسامة فائقة، ومن له دخل كبير، ومن له منصب رفيع، هذه مقاييس البشر. لكن عند خالق البشر الإنسان الفائز هو المطيع ولو كان ضعيفا أو فقيرا. فكلما ازددت إيمانا تأتي مقاييسك مطابقة لمقاييس القرآن الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين.